السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. اشتكى مسافرون عراقيون من الوضع المأساوي في مطار بغداد الدولي وتأخرهم لأكثر من ساعة لعدم وجود عربات لنقل الحقائب دون أي اكتراث من قبل الجهات المعنية داخل المطار لحل مشاكل المسافرين المتكررة. دعونا نشاهد. أنا واقف بنفسي، مو يعني أحد قال لي، لا أنا بنفسي، أنا راجع من طهران وهاي المهزلة، وشفنا شلون مطار طهران مطار بيروت ماكوش مهزلة، هاي راح يصير أقل من ساعة وإحنا واقفين ننتظر، فقط هاي هاجمتنا الثالثة نزلت، الله وكيل، أنا كله واقف، لاكو مسؤول احد يحاسب، ماكو تايهه، الله وكيلكم تايهه. انجاز اخر الحمد لله طفى الجهاز، هذا طفى والناس كلها واقفه، هاي من انجازات اخرى. عاش مطار بغداد الدولي. نستمر مشاهدينا الكرام مع المقاطع التي تتعلق بشان مطار بغداد الدولي. تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني وهو يوبخ أحد المسؤولين في مطار بغداد الدولي بسبب التقصير وسوء الخدمات داخل المطار. المقطع أثار انتقادات واسعة تجاه السوداني فيما وصفوه محاولة للتنصل من مسؤوليته تجاه الواقع المزري الذي يشهده مطار بغداد الدولي وبعلم الحكومة، لكنها تغض الطرف من أجل مصالح سياسية وحزبية، حيث تكتفي بالاستعراض وإطلاق الوعود دون النتائج على أرض الواقع بحسب الناشطين. دعونا نشاهد. وين الوزير؟ وين المدير؟ وين العالم؟ شنو هالفوضى؟ وين اشتغلت؟ اتصلت ايش قد؟ ايش قد؟ وين كنتم؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من محمد يقول: نريد عمل على أرض الواقع بعيدا عن الشو الإعلامي، ما دام الشخص مقصر إقالة فورية خير من ألف توبيخ. أمير يقول: مدير مطار ما يدري بالأرضية والحمامات وسخة. تعليق لدينا من سامر يقول: هذول مسيطرين على المطار من سنوات، تابعين للأحزاب اللي دولة الرئيس تابع لها، وناس تختلف على ناس. ولدينا تعليق من أحمد يقول: هاي حقيقة أي دولة تدار من قبل الأحزاب. هكذا يقول أحمد. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى الموضوع الآخر لدينا في هذه الحلقة. أظهر مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي معاناة المراجعين في دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة وسط فوضى عارمة، حيث ألقى أحد المراجعين أبياتا من الشعر للتعبير عن واقعهم المأساوي في ظل طوابير الانتظار وتعمد إذلالهم من قبل المسؤولين. دعونا نشاهد هذا المقطع من دائرة الرعاية الصحية في محافظة البصرة. ما اشوف العالم كاظم سرى واقف بالنظام، وزعت تحرم شهر يا عش وقت تخلص اجي اجتماعية صحية يا رعاية، تفكروا بينا، هاي المراجعات ايش خلت علينا؟ ما طف نس علينا بين ايدينا، ما خلتنا والله نعرف اولنا من تالي. يا دولتنا هذا الشعر مو سياسة خاف ما تدور، ما خلتنا نعرف اولنا من تالينا. الباحث الاجتماعي وين نلقاه؟ لم تيدينا ويشوف حالنا الحزينة، يمشينا بكل سهولة وما يخلي قضيتنا محلية. هذا راتب الرعاية بالحلم نلقاه، لو صدق عفو إن راتب رعاية كان ما ضلينا نفكر بهاي الأمور.
واحنا إلنا راتب رعاية، والشعر هذا الشعر الناس اللي ما ماكو عندي عمل غيره. لو اكو راتب غيره كان اهل الرعاية والدولة صارت. طبعا مشاهدينا، كانت هذه كان هذا التجمع داخل مبنى الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة. ننتقل الآن إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. ناشد أحد المواطنين من أجل شمولهم بقانون التقاعد وإنصافهم من قبل الجهات المعنية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وغلاء المعيشة في العراق، حيث لا يسد راتبهم التقاعدي حاجاتهم الأساسية. دعونا نشاهد. عضو الدفن لأن هذا ينصور يكون عنده مناشدة، عنده مطالبة لهيئة التقاعد، وأيضا هذا الكلام أيضا موجه لرئيس الوزراء. حتى شنو المشكلة؟ شنو عليه من وقف الشدة؟ مشكلة خارنا هذا مدة، إحنا المتقاعدين ما مشمولين القانون التقاعد الموحد. ليش؟ شنو نعوحد على المتقاعدين القدامى؟ ليش يعني؟ شنو السبب؟ ما مشمولين يعني التقاعد الجديد هذا من 2014 رواتبهم فوق المليون، إحنا بقت 500 نفسيتها 480 رواتب للتقاعد. ليش؟ ليش يعني ابو رفحه امس اللي طفل ياخذ له مليون ونص، وهذا اللي اخذ من الدوله 30 سنه يعطوني 500 دينار؟ ليش؟ شنو السبب؟ 500,000 ليش يعني؟ شنو السبب؟ انا عندي طلاب مدارس، وعندي طلاب كليات، وعندي وقاعد بيت ايجار 500,000 شيء يكفي؟ انت خدمت الدوله وانا خادم الدوله 30 سنه. زين هذا الكلام مو على اساس رئاسه الوزراء دخلت كله كذب كذب، تصدر حكي كله كذب كذب، اي قبض ما هسه. احنا نشوف ابسط شهاده العيد، حطوا الموظفين كلها رواتب واحنا المتقاعدين والله نجي. والله شنو هو الحاسب الالكترونيه؟ شنو الكذب هذا؟ مو كافي كذب؟ كافي كافي شوي. انتبهوا للشعب، انتبهوا للناس هاي الفقره، الناس اللي عدمت نعاس انتهت راحت بغير طريق يعني. كافي خصوصا يعني نفس درجتك نفس خدمتك نفس درجتي هسه نفس درجتي ياخذ 1,800,000 وانا اخذ 500. يعني انا وغلاء المعيشه مالتي واطفالي اخذ 500,000 500,000 انا رجال شايب عمري ب60 سنه، بس اشوف يعني اذا عندهم ضمير صدق خلي شوي ضميرهم يصحى. يعني هو يطلع تقاعد ياخذ له ياخذ له 13 مليون، يطلع تقاعد يخدم الدوله 4 سنوات ياخذ 13 مليون، وانا يعطيني كبرلماني وانا ما اريد اقول برلماني، هم نفسيتهم. هسه اكو درجات، هاي الدرجات اللي يسموها الدرجات الخاصه، يعني ايش خادم الدوله هذا؟ موضوع. وننتقل إلى مقطع آخر. المتقاعدون في قضاء المسيب بمحافظة بابل يشكون من تأخير أو تأخر صرف رواتبهم التقاعدية والإهمال الحكومي وعدم مراعاة المتقاعد الذي ضحى من أجل خدمة بلده. لنشاهد. المتقاعدين يعني فد معجزة صارت، يعني احنا من دون العالم ماكو رواتب، يعني ناس تعبانين ومتضررين وجاهدنا في سبيل هذا البلد. والله العظيم يعني اتحسر على كل يوم اقول خدمت هذا البلد. زين ما اعطوكم يعني ما اعطونا عمي ورا العيد، واحنا كاتلنا الضيم ونتدين منا ومنا، مو كلاوات ما عندهم كلام، والشعب بعد ما له ثقه بيهم. ترى خلنا ننصحهم نصيحة لوجه الله. عمي متقاعد ما يصير، ليش ما يطول متقاعدين وقاتلنا وانحبسنا عمي. كل قاعدة متقاعدين. متقاعدين. وتبهذلنا وتدمرنا ورا العيد. عمي هاي المتقاعدين كلهم قاعدين. اي والله خذ قاعدة. السلام عليكم. عمي يقول ماكو راتب صدق؟ والله ماكو تقاعد، ما دا يرضون يعطونا. شنو القضية؟ ليش ما يدفعون التقاعد؟ ايه والله يا عمي ما عندنا لا مصرف لا راتب ضعيف، وهذا عيد الاسلام جاي علينا وعلى امة محمد. كيفنا جو الشيعة وهاي الجبهة البيضاء ما لها تقدير يمكم، ما لها احترام. نقول يا الله بركة الله والرسول الله يهديهم علينا، لن مطينا التقاعد زيادة. نسأل الله يوفقك. والله عم الباعه متقاعد الداين 100 والله بنسي. والله تقول صحيح. خلنا نحكي الدول كلها اطت عيديه، مصر اللي موازنتها مليارين اطت عيديه وزودت المتقاعدين، والمغرب والجزائر والدنيا واقوى موازنه بالعالم هي دوله العراق. من النفط ومن كل الخيرات. لكن غير يعطونا عم من الدين منا ومنا ونجد المتقاعدين. بس عمي راتب هسه تريد راتب بطلنا عمي عيديه ماكو، اكلاوات ماكو،
هسه مو كل الدول تطت عيديات وتطت، هسه نتدين منا ومنا، الله وكيلك احنا ماكليهن لي قدام. والله استاذ علي احنا ماكليهن لي قدام، الله شاهد علينا. يعني والله نتدين منا ومنا ومنا ومنا، ويجي راس شهر طينان وهم قمنا نجدي. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى محافظة النجف، حيث نظم المتقاعدون وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم بزيادة الرواتب التقاعدية وإنصاف شريحة المتقاعدين وإنهاء التسويف الحكومي لمطالبهم المشروعة. لنشاهد. منصة الأبطال والأحرار وثوار ومتقاعدين النجف الأشرف الأبطال من عسكريين ومدنيين الذي أبنوا سهرة شبابهم من أجل خدمة الأرض والوطن، وكان لهم الشرف بهذا لا غير هذا. خرجنا اليوم وكل يوم حتى تحقيق مطالبهم وحقوقهم مشروعة لتكون مسروقة على رأسها المطلب الأول برفع الحد الأدنى إلى مجال دينار عراقي، أسوة برواتب السياسيين والأضحاء والمصريين والفلسطينيين والمغربيين والإيرانيين بالدرجة الأولى. اليوم الذين سرقوا خيرات العراق، اليوم وغدا وما بعد ذلك سوف نبقى مطالبين ومعتصمين حتى تحقيق كل مطالب هذه الشريعة المعدومة التي كان يجب أن تقدس لا تهان من حكومة وأحزاب وعملاء فإن المرأة لينعموا به، لكنه كان الموت في حياته لا بعدها. متقاعدين قاضين 20 25 30 سنة تطلع على 400,000 500,000، وواحد قضى له 7 أيام 10 أيام 6 أشهر بربحه ياخذ 1,800,000. متقاعدين علي صوت، علي صوت، صار له 35 سنة عاد له 7 سنين، علي صوت، راتبنا اقل من 500، يعني ما يكفينا وصل طبيب وحده مره، عنده طالبات، عنده مستلزمات، انا مره مريضه، يعني ما يكفي. هذا مو انصاف، هاي مو عداله، يحتاج من 35 وين يحتاج 7 سنين. أين أنتم؟ أين أنصافكم؟ أنتم وإحنا مخاطب المخاطب الخيرين والشرفاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، أن يلتفتون لهذا الموضوع. هذا الموضوع يمس حياة الناس، يمس حياة الناس، شريحة كبيرة بالمجتمع العراقي متقاعدين. المتقاعد هو من وصل عمره 60 سنة 70 سنة، هذا راح يصرفون كل الأدوية. انتم شوية اصحوا، شوية خلي عندكم ضمائر حية، يا ما عندكم ضمائر. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. إبراهيم يقول: في كل دول العالم يجري الاهتمام بالمتقاعدين، أما في العراق دولة الظلم والموت وغياب الجانب الإنساني، يتم في العراق الاستهانة بهم وعدم إعطائهم حقوقهم. خليل يقول: الواضح هناك تعمد على ظلم واستفزاز المتقاعد، لا أعتقد المسألة عفوية بل مخطط لها لأسباب. لدينا تعليق من رياض يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المتقاعدون هم أكثر شرائح المجتمع تهميشا وغبنا في استحصال حقوقهم. وتعليق من عامر يقول: الشريحة المظلومة في زمن كل الحكومات وبالخصوص أصحاب الرواتب المتدنية أي المستضعفين، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر حياك الله. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وسلام على كادركم هذا الطيب. الله يحفظك. والله القناة الشريفة وطلع هموم العراقيين كلها والله العظيم. الله يحفظك، تفضل يا أبو عمر. طبعا بالنسبة جاي ينطون للمصريين ويطول للأردنيين ويطول للفلسطينيين ويطول للسودانيين، جاي يطول رواتب يعني ينطون للدول العربية. زين هذا المصري شنو خادم هنا عندي، جاي خادم عندي هنا بتجي. بس لحظة، شوف أبو عمر، حتى لا ندخل بهاي الجزئية، خلينا نتكلم بالموجود على أرض الواقع، لأنه هاي المعلومات لغاية الآن هي حديث متداول، لكن نتكلم على الثوابت الموجودة. عندك جماعة مخيم رفحاء يتقاضون رواتب تقاعدية ورواتب من الدولة يعني كبيرة جدا مقارنة بالمتقاعد العراقي اللي قدم سنين من حياته
في سبيل خدمة هذا البلد. وأيضا النائب البرلماني والمسؤول اللي يطلع التقاعد بعد 4 سنوات خدمة في أي حكومة يحصل على راتب تقاعدي أعلى بكثير من رواتب المواطنين سواء الموظف المدني أو العسكري. ليش هاي التفرقة؟ ليش هاي المعايير المختلفة بإعطاء حقوق الناس اللي قدموا خدمات إلى الوطن؟ يعني بالنسبة محمد عمي دولة من العراقي يخدم وطنه، يعني من خدم وطنه، لأن هاي شغلة صارت سياسية هسه هي. نعم. يعني هاي إيران جاي تتحكم بينا، هاي الأحزاب الفاسدة جاي تتحكم بالعراق. يعني هاي عمدة يعني هم متخصصين هذا الشيء. هذا من حاربه 8 سنوات طلعوا من خشومتنا، من جو ضموها إنا ضموها الشعب العراقي. هي هاي يعني هذا الواقع، هذا الواقع الحال بالعراق. زين انت مساح شمت رئيس وزراء بالمطار، قلت شنو الفوضى هاي؟ لان انت مسوي الفوضى، هي تابعه لك، هاي هي تابعه لكم من احزاب حزب الدعوه. زين انت الفوضى وياك جاي تسوونها، انت سويتوها دمرت الشعب العراق دمار. زين والله يعني شنو الراتب؟ شنو يعني انتوا جاي تسوونها؟ جاي تسوون البلبل بالشعبية بالعراق، انتوا سويتوها، الاحزاب سويتوها. يعني وتابعين لايران، واحد يمسك معاه الثاني وتتدور في هاي الشغله. نعم. سيد ابو عمر انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. من الناصريه ويانا السيد ابو فاطمه من بغداد. تفضل يا ابو فاطمه. ابو فاطمه تفضل. الو نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. استاذنا العزيز، والله انا قاعد اخابرك من احد اصلاحيات العراق يعني. نعم. واحنا قناتكم المفضلة الوحيدة نتابع علينا، هي القناة الوحيدة اللي قاعد داعينا بالعفو وداعينا بهاي السوالف. الله يحفظك. قناة الوحيد. والله نشكرها ونشكر كادرها كله. الله يسلمك. حبيبي احنا ما اريد انا اسولف لك على المواجهات الخاصه بكذا مبلغ والملابس اللي يطلب لك كذا مبالغ والتعيين الاكل مالتك. نعم. ولا الماي مالتك، ما اريد اسولف لك على هاي السوالف كلها. انا بس اريد افهم شغله واحده. يعني هسه هم سالفه العفو ما ينطوها، الافراج الشرطي ليش شالوه؟ نعم. يعني نريد هاي صوتنا وهذا معاناتنا توصله للكائن من يصل. يعني والله تعبنا هنا بالسجون، تعبنا. يعني احنا غلطة غلطناها، خب ما ظل العمر كله يتحمل هاي الغلطة من وراء السياسيين اللي قاعدين على الكراسي يتعاركون بيناتهم على الكراسي. حضرتك موجود الآن داخل أحد السجون يا أبو فاطمة؟ نعم داخل أحد السجون، أنا قاعد أخبرك من داخل السجن. نعم. طيب أبو فاطمة شنو وضعكم بالسجن اللي انت بيه؟ إذا ما تريد تذكر المكان لا تذكره، شنو الوضع؟ يعني الوضع شو تريد أسولف لك؟ مين أبدي لك؟ وضع كله تعبان، يعني أكو بشر من الصبح لليل بطل ماي واحد، أكو بشر من الصبح لليل بهذا الحر بطل ماي، ثلاجة تريد تجيب مجمدة لازم تشتري من الحانوت، ما تشتريها من برا، لأن من برا ما يجيبوك إياها، وبالحانوت إذا بالشارع 50,000 بالحانوت يبيع كياب 500,000. نعم. يعني وهذا الكلام يمشي على الأكل والشرب وكل الأشياء اللي تحتاجوها. هذا كل الأشياء تكة الجيجاير سعرها 4 أضعاف سعرها. خوش. نعم. مبردة سعرها بمليون دينار، مروحة سعرها 100,000 دينار، إلا من الحانوت. الأكل والشرب والاهتمام الصحي موجود عندكم؟ لا ماكو شيء اسمه احترام بالسجن. لا لا لا، الاهتمام الصحي والاكل والشرب والطعام ماكو. ما يعني اكل شنو اللي يجيك؟ الاكل شنو اللي يجيك؟ يعني يجيك شيء قليل، لو تلحق يعني تاكل، لو ما تلحق تاكل. نعم. يعني شنو التعامل من قبل السجانين شلون وياكم؟ التعامل حسب الفلوس اللي عندك، حسب المبالغ اللي تحولها. نعم. يعني اللي عنده فلوس يحترموه. اكيد عندك فلوس يحترموك ويعرفون شلون يصرفون وياك، واحترامك واحد ومكانك واحد معزول وكل. بس احنا هذا نقول ما يخالف، تحملناه، صارنا 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات بالسجن، ماكو ما عندنا مشكله. بس احنا نريد نفهم سالفه العفو، ليش ما قاعد يقبلون يقروا؟ وليش شالوا الافراج الشرطي من عندنا؟ يعني الافراج الشرطي تعرف ايش قد يفرش؟ يعني بمكان ما تخلص انت 6 سنوات تخلص لك 4 سنوات. نعم
يعني ليش هذا الشيء اللي قاعد يسووه يسجون ليش؟ شنو اللي صار؟ لو السجون يعني هم خليها موازنة مفتوحة ثانية السجون. نعم. موازنة ثانية هاي فلوس شنو؟ سيد أبو فاطمة كان الله بعونكم، أنا أشكر حضرتك وأتمنى إن شاء الله صوتك يوصل لمن يسمع ولمن يهمه الأمر. السيد أبو فاطمة من بغداد يتحدث معنا من أحد السجون داخل العراق، وسمعت حضراتكم شنو التعامل اللي يتم معهم وشنو المعاناة اللي تواجههم في سبيل الحصول على حقوقهم البسيطة، وأيضا موضوع العفو العام اللي أصبح الآن مطلب جماهيري، لكن الحكومة لا تسمع ولا تريد أن تطلق سراح الأبرياء داخل السجون، لأن مثل ما قال السيد أبو فاطمة موازنة ثانية، السجون عبارة عن مكان لدر الأموال على المستفيدين من هذه المعتقلات والسجون وعلى اكتظاظها، كل ما زاد العدد زادت الفلوس. طيب مشاهدينا نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. وجه مواطن مناشدة إلى دائرة الكهرباء في محافظة بابل من أجل صيانة أحد أعمدة الضغط العالي الكهربائية المتهالكة والذي يهدد حياة الكثير من المواطنين. لنشاهد هذا الفيديو الخاص إلى صيانة بابل أو صيانة كهرباء بابل. إخوان السلام عليكم، هذا الضغط مقابيل الدواجن منطقة أبو خستاو إخوان، هذا ضغط 11,000 إخوان ماشي، وهذا قريب على المنازل، داير مدار المنازل، وهذا الضغط بالبرقة تقريبا صار له من بداية الشتاء لحد الآن. هاي وضعيته ماشي، هاي وضعيته ماشي. هنا هذا بدأ يصدي إخوان، هذا بدأ يتآكل، بدأ يزنجر وبدأ يصدي. فنطلبه من صيانة بابل إنه أما يسحبوننا المي هذا أو أما يدفنوننا إياه، لأن به خطورة كلش قوية. هذا إخوان يعني بدأ يتآكل ويصدي ويزنجر، هاي الوضعية، هاي قدامكم. هذا الفيديو راح نوصله للشكاوى مال بابل، بركة الله يشوفونا حل بهذا الموضوع. داير مدار المنازل، أما يندفن أو أما يسحبون مية من باب الحرس إخوان، يعني من باب الحرس، لأن يعني هذا الضغط 11,000 إخوان. هذا قدامكم، هذا هنا بدأ يتآكل، بدأ يزنجر، بدأ يصدي، فممكن بأي لحظة يعني يوقع الضغط. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن هذا الموضوع. أهالي منطقة الجربوعية في محافظة في مدينة السماوة اشتكوا من ضعف التيار الكهربائي في مناطقهم وانقطاعه عن منازلهم. لنشاهد. نناشد السيد مدير كهرباء الحلة، صارنا أكثر من 5 أيام وهاي المحاولة عاطلة وما عندنا كهرباء، احنا ولا جهال. احترقت وكذا الصيانة ما يهمهم، لين ليش احنا الناس فقرة وما عندنا عرف ولا عندنا كذا. احنا ناشد مدير كهرباء الحلة ومدير كهرباء المسيب ومدير كهرباء السدة اللي رحنا للدائرة وقال بيكم خير، وهاي صار 5 أيام احنا بدون كهرباء احنا وجهان. ناشدكم انتو وبركة الله يهديكم علينا. صار ال4 أيام ماكو شايلين، هذا الخامس. ايوه هذا مكانه، هذا شوف شالوا المحوله ودي وين ودوها للصيانه الغير الصيانه، وهذا مع ان هي احترقت ما تصلح بعد الصيانه. هي هم ما تصلح بعد الصيانه. اخرى ثانيه اكو محولات متروسه المخازن، بس على عرفوا على الواسطات، واحنا ما عندنا لا عرف ولا واسط. الراجع مدير السد يقول بسيطه بكم خير الدلل. وقبل لا تحترق كل اسبوع عاطله، وقبل لا تحترق هم كل اسبوع، كل اسبوع يوميه طاقه، يوميه فيز بيها نضل. هي تعبانه، هي اصلا تعبانه. امر ودكم يا مدير كهرباء الحله، يا مدير كهرباء السده، يا مدير كهرباء المسيب، عاونونا. هي شغل من مدير كهرباء السده، واحنا ما عندنا كل شيء، ما عندنا امكانيه. هاي مكانها خالي، وهذا المكان هذا شوفونا خالي، اشتركنا حتى عندنا جهال، واكل كلاب سائبه موجوده بالشارع ويخافون، والدنيا ظلمه، وهاي الشوارع اظلم، وده اشوف الشوارع كلها ظلمه. مشاهدينا هذا المقطع كما شاهدتم واستمعتم من قضاء المسيب في محافظة بابل. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد يقول: على المسؤولين أن ينظروا بعين الاعتبار لهذه المناشدة، مناطق شعبية وسكانها يعانون من 5 أيام من قطاع الكهرباء، نتمنى أن تصل المناشدة للجهات المختصة والإسراع بصيانة المحولة.
إبراهيم يقول: هي محولة لو 16 مرة طقت، عمي بدلوها، خلي العالم ترتاح، صار لهم أسبوع بدون كهرباء. تعليق لدينا من زينب تقول: خطية الله يساعدهم، دائرة الكهرباء سووا لهم محولات، شنو ذنبهم؟ دائرة الكهرباء سووا لهم محولات، شنو ذنبهم؟ عايشين بالظلمة، الله أكبر عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. وأبو غزل يقول: العراق كله شاد رافع فولتية، هي كهرباء تعبانة من كل النواحي. طيب مشاهدينا، معنا الآن السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا ماكو بلد بالعالم وخاصة بلد نفطي مثل العراق صار له 32 سنة بلا كهرباء. يعني عيب ومهزلة المهازل. من 91 من بدأت حرب الخليج الثانية إلى الآن احنا بلا كهرباء. الحقبة الحقبة راحت، نعتب على الحقبة صار لهم 20 سنة بالحكم. زين انتوا تربطون مصيرنا بإيران شنو؟ غازنا جاي يحترق ويستورد بداله غاز بمليارات الدولارات من إيران. كهرباء ما يبنون، يبنوا أعظم محطة تنبني بالعالم هي 6 أشهر. جنرال موتورز أو سيمنز أو غيره. لا هو أهم شيء أنه تستفيد إيران. الفلوس اللي انصرفت، الفلوس اللي انصرفت على الكهرباء أكثر من 80 مليار دولار انصرفت على قطاع الكهرباء وماكو كهرباء. هاي الفلوس وين راحت؟ ليش ما حد يتحاسب عليها؟ أكثر من 170 مليار دولار. نعم نعم، هي أرقام متفاوتة، الحد الأدنى منها 80 مليار. نعم. فالبدعة الجديدة شو يسووا لك؟ كهرباء مستمر الوطني، شو يسووا لك؟ قريب نهاية الشهر يقطعوا كل يوم ربع ساعة نص ساعة على مود المولدات يشتغل، المفروض ما تطيب ولا فلس. نعم. ثاني أنا أحب أعقب على شغلة مال المتقاعدين. تفضل. أكو قانون مهم جدا موجود، يعني هذا من زمن عبد الكريم قاسم لليوم وكلها طبقتها أجوا هذول قصوا. الخدمة العسكرية خاصة خدمة الحركات تضاف لأغراض التعيين والعلاوة والترقية والترفيه والتقاعد. نعم. أجوا الجماعة قصوها للأربعة الأولى خلوها فقط في التقاعد. يا بدو بيفوها هسه وهي خدمة مضاعفة، يعني عدة سنة سنتين هسه حتى لو مو مضاعفة بيفوها بالخدمة، وهو بالخدمة حتى يتمتع بها. لا حتى شو يصير يطوك 10% من الراتب الاسمي، بينما عضو مجلس نواب من يتعين ب 37,000 دولار بالشهر. إذا يحال التقاعد أو هو يحل نفسه للتقاعد ورا ساعتين بدل ما يقرروه مثلا يخلوا 5,000 دولار بالشهر وهو 37,000 يسووا لك اياه 50,000 دولار. طبعا وين قانون التقاعد الموحد؟ ونقطة بالنسبة للموضوع البارحة، وهو البارحة مال النفط، ما يسمى بإقليم كردستان يوميا يبوقون ويصدرون للخارج عن طريق جهاز التركي إلى إسرائيل وغيرها مليون برميل نفط، وفلس واحد الحكومة المركزية ما يطوهم وجاجيهم بالقندرة، ولحد الآن الموازنة ما تقر إذا مو هذا قنديز أربيل مسعود البرزاني عميل الموساد الأول يوافق. طيب عم حكم جيش عندنا احنا أحزاب إيش كلهم شغالة. وصلت الفكرة سيد أبو زينب من النجف، وأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيدة أم وسام من الطارمية، تفضل يا أم وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ محمد؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله. يوم وانت بصحه وسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. تدوى على مود المتقاعدين، يعني صدق بهدلونا هذا العيد. نعم. نكته وبينا نكته ماكو هيجي. قالوا لنا راح تدي الرواتب واحنا متاملين، والله لا اشتريت فشي جاهز، لا سوينا فشي، لا حتى كليته ما سوينا. للمقبره، والله رحت للمقبره على حساب اختي. صدق. نعم. مرضت من القهر، تمرضت بالله العظيم، يواعدون بينا ويكذبون علينا، يعني عيب عليهم، كذب هواي كافي عادينا، لا يحكون كلمة ويكذبون علينا، يعني مال العفو العام هذا العفو يومية. نعم. طلعونا بيفد عذر يومية، عذر عيب عليهم والله، وهم كبار مو صغار، هم بالعقل وهم بالمهنة مالتهم كبار. نعم. يعني عيب عليهم، مو بالعطيط احنا يضحكون علينا. يومية يقولون نباتر عفو، راح يطلعون المساجين. يوم يقولون راح بهن شروط على أساس قالوا يومية 10,000 يأخذون على السجين، إش كم يوم باقي لش كم سنة؟
يعني شنو هاي قصتهم يعني ويانا شردوا من عندنا شردوا من عندنا يعدموهم بخلطونا احسن طريقه لهم لهم اسهل واحنا اسهل والله على كلام على كلام ابو فاطمه يا سيده ام وسام مستفادين ماديا من عدد السجناء وبالتالي ما يفيدهم ما يفيدهم يعدموهم كلهم مره واحده هم مستفادين يوم مستفادين اصلا ماكو هيك فلوس يستفادون من السجون والله لا يعطيهم فلوس ان شاء الله امريكا تعطيهم الله لا يعطيهم العافيه ان شاء الله مثل ما ينطوهم فلوسهم خلين ولدنا عندهم والله ابرياء يا خاله والله ابرياء ازيدها ابرياء بالسجون والله العظيم قوه ندبر الفلوس والروح قوه والله الدائن منا بالرواتب دي قدام وياخذ الراس الشهر من نقبض تجيني زياره غفله ما عندي فلوس منين اجيب اروح له والله للرجال اقول له عمي والله هيك شايب ابغى حاير رساله مع الاولاد اعطيني كروه يعطيني 200 150 احط للولد و50 كروه ودرعتك والله العظيم حتى مطعم ما انزل هناك ودعت الله ودعت محمد يعني شو النهايه مو عيب عليهم يوم يا يوعدون بينا راح نعطيكم عفو باكر راح نعطيكم هذا شنو ذنب الامهات والله خاله والله ماتن والله ماتن ورا ولدهن من اجوارنا والله ماتت ورا ابنها سودة علي راحت ماتت الله يكون بالعون ام وسام انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا وحقيقه يعني المآسي اللي يسمع قصص ذوي المعتقلين في العراق كارثه وتطلع هاي القنوات الطائفية الإرهابية المشبوهة اللي تروج لهذه الأحزاب والميليشيات قبل يومين إحدى الصفحات المشبوهة حقيقة اللي تروج للفتنة وتروج للطائفية والإرهاب حاطة صورة ذوي المعتقلين في بغداد تقول ذول عوائل الإرهابيين هذه عوائل الإرهابيين وحتى قانون العفو العام إذا تم إقراره هم حاطين به استثناءات كل من متورط بالإرهاب وحطها هاي بين قوسين طبعاً هذا غير مشمول بالعفو العام وطبعا أغلب الموجودين في السجون في العراق هم بتهمة 4 إرهاب ويمكم الحساب ويمكم التخيل من هم اللي حيطلعون ومن هم اللي بقوا أو اللي حيبقون في حال لو تم إقرار هذا القانون فعلا والنماذج موجودة للفاسدين لتجار المخدرات لمن سرقوا المال العام اللي تم إخراجهم من السجون بكفالات وبصفقات سياسية واللي أبرياء وما ارتكبوا أي ذنب سوى أن هم يسكنون في محافظة معينة أو يتبعون لطائفة معينة يقبعون في السجون بسبب المخبر السري أو بدوافع كيدية أو بسبب تهمة 4 إرهاب. نكمل مع حضراتكم مشاهدينا ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. ناشط من محافظة النجف فضح فساد المشاريع الخدمية في ناحية الحرية وغياب الرقابة من قبل الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين على تنفيذ المشاريع الخدمية. دعونا نشاهد. مثل ما تشاهدون مهندس مقيم ماكو، بلدية ماكو، مسؤولين في ناحية الحرية ماكو. هاي مثل ما تشوفون الشوارع فارغة، هاي أنا من الفجر والآن راح تصير بالثنتين الظهر وحد هالشفلات التابعة للمقاول لا حسيب ولا رقيب سووا. شوفوا هذاك السباس أمامكم، كون التبليط الجوانب منا ومنا يحطوا له سباس صح لو خطأ، هذا خوب كل العالم، الجوانب سباس منا ومنا حطوا تراب. شوفوا يا عالم يا ناس بالثنتين الظهر من الفجر لهسه لا حسيب ولا رقيب. شوفوا الدفنو، شوفوا شوف شوف الشوارع الحرية كلها اندفنت بالانقاض والتراب. شوفوا شوف جايبين استوهم وراح يفرشوا يقول مصيبة. وهذا كمامكم السباس على مود يجي المختبر والمسؤول والنائب والمحافظ دائجة يقولوا له شوف ندفن بهذا امامكم يا عالم يا ناس امشوا لي قدام. شوفوا امامكم هاي، شوف الشفلات مال المطول، هذا السباس حتى لا اول يجي ياخذ صور. مشاريع ناحيه الحريه ب 15 مليار، الامن الغذائي النزاهه السيد محافظ قاعد ينقل لكم مباشر هذا السباس وهاي قاعد يدفنون بتراب. شوفوا الانقاذ والتراب، شوفوا قاعد يخفون السرقه مال تفليش شوارع ناحيه الحريه حتى يخفوها عود للمطر للسنه الجايه يجوا على حسبهم. شوفوا شو يدفنون بالتراب، الشوارع مفلشه. شوف 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 الشوارع قاعد يدفنوها بتراب حتى ما تبين
شوف الشكر لمن بالحقيقة والواقع كلها مفلشة. شوف الشوارع مال الحرية شوفوا شوف شلون مايعة. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع ونبقى أيضا في محافظة النجف، حيث وثق ناشط آخر فساد المشاريع الخدمية وسط تعبيد الطرق في حي الجمعية وسط غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية وعدم محاسبة المقاولين الفاسدين. لنشاهد. السلام عليكم. مناشدة السيد المحافظ ماجد الوائلي. احنا بحي الجمعية خلف طارق أبو القيمة شارع الوائلي. شوف هذا الشارع، شوفه بدون سبويس، شوفه، شوف شوف هذا بدون سبويس، شوفه كله بحوص. المقنصة تقعد عليها تنزل لي جوا، وهذا سيارات وسكسات كلها تنزل بيه. شوفه بعد احفر لك بعد تقريبا نص متر بس بحوص وانقاذ. شوف الانقاذ ماكو لا سبويس ولا حديد ولا شيء. هذا الله شاهد بيناتنا وما يصدق خليه يجي يشوفه. هاي السيد ماجد الوائلي محافظ النجف يقول هاي ضاعتي هذا العمل. شوف شوف الانقاذ، شوف خلنا نشوف لك غير مكان. شوف شوف هذا المكان الثاني، شوف لا سبيس تحاكيهم ويقول مو زين نسوي لك اياه. هاي المقاولين ياهو المسؤول على هذا المشروع خليجي محافظ النجف خليجي يشوف. صار لنا سنين متحملين. شوف المقنص مدفون بدون سبويه. شوفوا شوف المقنص، تعال جيب لي كوكب طلع لهذا المقنص، تعال جيب لي كوكب خليجي يشوفون. انا ما شايف مشروع يشتغلوه على الانقاذ والدفان التراب. شوفوا انا ما احكي، خلي هذا الناس هي تقيم هذا العمل. طلع المقنص، هاي طلعها طلعها، هاي هاي المقنص، المقنص هذيه طلع كله سكايب ومقنص ودفان تراب انقاذ. حرام يجيبون سبس يحطون، خاف ياثر عليهم بالفلوس. خلي يشوف المحافظ هذا الى الفيديو. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. أهالي منطقة حي القاهرة في بغداد طالبوا بتبليط أو بتعبيد الشارع الخدمي في المنطقة من أجل التقليل من حدة الازدحامات المرورية. لنشاهد. هذا الخدمي من هذا الطلبة المؤدي إلى تقاطع الصليخ اللي هو خدم القناة. الشارع تقريبا ما يقارب المسافة تقريبا لأكثر يعني تقريبا كيلو كيلومتر عبارة عن طسات. فنرجو من بلدية العظمية وأمانة بغداد أن يلقون حل، يرقعون الشارع، يقشطوا من جديد ويعيدون تبليطه، المهم أي شيء، لأن هذا الشارع ترى أنا خادم الناس، خادم الناس، خادم أهل المنطقتين اللي هي منطقة الصليخ ومحلة 309 و307 و311 تقريبا، والقناة نفسها أصلا يعني إذا عرف اليوم القناة مسدود يعني تقريبا خلينا نقول ازدحام، فالخدمي يسند. نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول كم مرة حكينا بخصوص هذا الموضوع بس بيهم خير، قبل الانتخابات اجوي قشطوا فرع واحد وأخذوا صور وراحوا. مشتاق يقول النواب مو عملهم رقابي، أريد أفتهم من فازوا لهسه شنو سووا. فائز يقول تخطيط فاشل، هاي فلوس تروح لجيوب المقاولين الفاشلين لأن شغلهم تلزيق بدون متابعة. ولدينا تعليق من حسنين يقول والله عجيب غريب، يعني ماكو محافظ يسمع مجلس إعمار دائرة مهندس مقيم. طيب معنا الآن السيدة أم علي من الحصوة، تفضل يا أم علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا أم علي، تفضلي. والله أريد أحكي عن موضوع التقاعد. نعم. لأن قالوا على أساس زيادة وما أدري إيش ومدري شنو، يعني عسبالك جاي يضحكون على الناس. شنو عسبالك؟ 100% جاي يضحكون على الناس. ألو. نعم، وياك يا أم علي، تفضلي.
والله العظيم يعني احنا ابونا مريض حيل. نعم. ويعني عنده مرض هواي امراض ان شاء الله. وراتبه ما يكفي شخصيا. نعم. شخصيا ما يكفي. نعم. زين. وما ادري والله كمكم بعض. ان شاء الله صوتك يوصل يا سيدة ام علي. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. حال المتقاعدين العراقيين يرثى له حقيقة، وخاصة اللي محسوبين قبل 2003 أو اللي طلعوا التقاعد في تلك الفترة أو مع بداية بعد الاحتلال، مع بدايات الاحتلال، يعانون من التمييز حقيقة، يعانون من التفرقة ما بينهم وما بين أقرانهم بعد 2003 ليحصلون على رواتب تقاعدية مرتفعة ليقدموا نفس الخدمة بنفس الدرجة الوظيفية، لكن تختلف الرواتب بشكل غير مفهوم. مشاهدين الآن ننتقل طبعا إلى موضوع آخر وإلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على فساد السيطرات الحكومية وشل حركة السير بالنسبة للمواطنين والاعتداء عليهم أيضا وابتزازهم وإجبارهم على دفع الأتاوات من أجل العبور دون أي رادع لهم. دعونا نشاهد. كل شيء في حكومة الميليشيات وارد إلا من نفع المواطن، فتأخير المواطنين بزحام الشوارع من أجل مرور موكب مسؤول وارد، واعتداء القوات الأمنية على المواطنين في السيطرات الحكومية وارد، والإتاوات التي تفرضها الميليشيات ليل نهار على سائقي نقل البضائع أمام أنظار الحكومة وارد، إلا محاسبة الفاسدين والمجرمين فذلك غير وارد. ازدواجية تتعامل بها حكومة الميليشيات مع العراقيين، فتسمح للمسؤولين بتضليل سياراتهم والمرور من نقاط التفتيش من دون رقابة على حساب شل حركة المرور للمواطنين، وسط تبادل الاتهامات بين المسؤولين بشأن سوء الإدارة الحكومية والتخطيط الذي انعكس سلبا على حياة العراقيين. ناشطون نددوا بالاعتداءات المتكررة ضد المواطنين في السيطرات الحكومية بعد حادثة اعتداء في وضح النهار ارتكبتها قوات الجيش الحكومي المتسلطة على المواطنين في نقطة تفتيش بمنطقة حمرين شرقي صلاح الدين على طبيبة وعائلتها، مؤكدين أن عناصر الأمن باتت تحتمي بمظلة سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات في العراق. ما هذا المتسير قصنا وصل له مرور له وكل شيء. عم هذا وين الولد؟ هاي الدور يا عمي. ميليشيات تبتز سائقي الشاحنات وناقلي البضائع في سيطراتها عند مداخل المدن بفرض إتاوات استنزفت أموالهم وسط صمت الحكومة وعجزها عن إيجاد حل أو محاسبة فاسد واحد فيها، مقابل تسهيلها حركة المجرمين والسلاح ونقل المخدرات بين المدن. انفلات وفوضى تعيشها السيطرات الحكومية والميليشياوية في البلاد وسط مناشدات من المواطنين لإنقاذهم من مافيات الفساد وتساؤلات حول دور القوات الأمنية التي يفترض أن تكون عونا للمواطنين. الآن مشاهدينا الكرام نصل إلى فقرة الهاشتاج التعيين مطلبنا. جدد مغردون على منصة تويتر مطالبهم بالتعيين وإنصاف شريحة الخريجين القدامى في موازنة 2023 وإنهاء التسويف الحكومي لمطالبهم المشروعة. نتابع بعض التغريدات. زينب تقول: غدا سنحاسبكم أمام الله على ضياع مستقبلنا ومستقبل أولادنا وحقوقنا، نحن خريجون قدامى منذ 10 و15 و20 سنة، نعاني الأمرين بسبب عدم حصولنا على فرص عمل ولا راتب يضمن لنا حياة كريمة، وناشدناكم كثيرا لإنصافنا ولم تستجيبوا. حيدر يقول: إدراجنا بالموازنة حق من حقوقنا التي سلبت وتهمشت بسبب سياسة الحكومات السابقة، اليوم ننتظر منكم أن تنصفوا الخريج القديم وهو أحق من جميع الشرائح التي أدرجتموها ومن جميع المشاريع وحتى من سلم الرواتب. تغريدة من جوري تقول: إلى متى هذا الظلم بحق الخريجين القدامى يا حكومة؟ ألسنا مواطنين لنا حق التعيين بعد حصولنا على الشهادة الجامعية؟
وما زلنا ننتظر من منذ أكثر من 10 سنوات، إلى متى ننتظر؟ وحيدر يقول: كفى تهميش لحقوق الخريجين الذين عانوا لسنوات طوال سنوات طوال، حان الوقت لإنصافهم. إن كانت الحكومة الحالية تنصف المظلوم، يجب أن تنصف هذه الشريحة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.